مسابقة اختار نجمك هي مسابقة تمثيل، الناس هتقدم اسمها وبياناتها علشان نختار منهم 30 شخص بالآخر علشان ندخلهم ورشة تدريب ممثل. بعد الورشة هيبقى في للفائزين اللي هيختارهم الجمهور فيلم يتعمل وينزل في السينما. فأتمنى أنه الثلاثين شخص هدول اللي هندربهم يبقى فيهم تشكيل وتنويع، نقدر نعمل منهم كذا فيلم، وبتمنى التوفيق لأي حد يدخل المسابقة. كل واحد فينا بيحلم بالفرصة اللي هتقدمه للناس واللي هيقدم فيها فنه اللي هيوري قدراته فيها. ما يبقى فيه توجه فني انك تعمل مسابقة لكل فناني مصر الدارسين او غير الدارسين، الهواة او المحترفين، للتقدم لمسابقة حقيقية يتم فيها اكتشاف 20 أو 30 ممثل يتم تدريبهم وتقديمهم للجمهور والتعاقد معهم مع اللي هيتميزوا منهم للتمثيل في أفلام سينمائية. أنا أعتقد أن ده إنجاز. الشيء المختلف في المسابقة دي ان المسابقة عندها ورشة تدريب تمثيل لمتسابقينها. الورشة دي ورشة مجانية. الحقيقة هو اللي عجبني جدا مجانية الفكرة وعدم تجارة هذه الشركة في احلام الممثلين المتقدمين للمسابقة.